الرحمن الرحيم. هذا اليوم تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة زيارتي إلى الجزائر الطيبة على رأس وفد الوفد التونسي المشارك في الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، وقمت بإبلاغه تحيات أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، ومثل هذا اللقاء مناسبة سعيدة للاطلاع على رؤية الرئيس عبد المجيد تبون لمزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون أيضا بين تونس والجزائر، وعلى مواقفه من جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تنسجم مع مواقف ووجهة نظر الرئيس التونسي. وشكراً.